فصل، تم تصوير مشهد غريب، وهي عبارة عن مطاردة لشهب لبعض الصحون الطائرة وإسقاطها. مطاردة شهب ونيازك تصيب صحون طائرة وتسقط. وفي أمريكا الجنوبية، مجموعة من النساء تقوم بجمع بقايا صحون طائرة سقطت من السماء بعد أن فجرتها الشهب ونيازك قصفتها. وبعد تحليل تلك المواد والمعادن، قال العلماء ليست من معادن كوكب الأرض. وبعض المعادن الغريبة لا تشبه معادن الأرض من بقايا الصحون، صحن الطائر الذي سقط في روزويل القاعدة العسكرية 51. وفي المكسيك سقط من السماء شيء كالشهاب حتى وصل إلى الأرض، فاجتمع الناس عليه، فإذا به روبوت، رجل آلي متفحم سقط من السماء، ومعدنه الذي صنع منه غريب، ليس من معادن التي على الأرض. وبعض المعادن التي وجدت من جمع بقايا هذه الصحون الطائرة والروبوتات التي تسقط من السماء يشبه الزئبق على شكل صفائح، إذا قطعته إلى نصفين التأم من جديد، كأنه سحر أو كأنه معادن حية، يعود يلتئم من جديد. قال تعالى في سورة الشعراء: ما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. وذلك من الأضواء التي تسطع من الآلات التي تنزل به الشياطين، والله أعلم، والغبار. وقوله الفيمانة، حديثة شوهدت في السماء، هي تشبه القدر التي ترسو، هي على شكل قدور عملاقة تطير في السماء وترسو على منصات خاصة كأنها موانئ. القدور الراسيات مجسمات، وهناك مجسمات للطائرات نفاثة وجدت في أهرامات أمريكا الجنوبية حضارة الإنكا. ويقول بعض الرهبان في ذكر العربات من النار تنزل من السماء، جاء ذكرها في الإنجيل. يقول بعض الرهبان من النصارى والقساوس هي الصحون الطائرة لأمم متطورة من الإنسان، من الإنسانيات التي تعيش في السماء. انتهى كلامهم. فصل في ذكر النقوش الفرعونية التي تمثل هليكوبتر وغواصة وصحن طائر وحوامة. رسوم ونقوش تراث القديم. كذلك المكسيك تثبت تعامل سكان الأرض مع سكان الفضاء وحضورهم بأطباقهم الطائرة. وهناك نقوش ورسوم هيلوغريفية ترسم مخلوقات مثل الرماديين والصحون الطائرة والرجال الفضاء والتنقل عبر بوابات السماء. وكذلك البدلات التي يرسمونها، بدلات الرجال الفضائية التي البدلة التي يلبسها الرجل الذي يذهب إلى الفضاء، وسرابيل تقيكم الحر التي تقي حر الشمس. وهكذا صحون طائرة التي توصل النازيون وهتلر لصنعها بالتعاون مع الرماديين، والتي غنمتها روسيا وأمريكا بعد الحرب العالمية. تلك الصحون أخذتها، ومن بين تلك المخططات التي غنمتها أمريكا وروسيا من الألمان النازيين، مخططات ألمانية نازية لمجسمات طائرات، هي صحون طائرة التي توصل الألمان لصنعها بالتعامل مع العنصر الآري في جوف الأرض والرماديين. حنيب واحد وحنيب اثنين وحنيب ثلاثة وحنيب أربعة. وهناك صحون طائرة اسمها فيريل، نسبة إلى مدينة في ألمانيا اسمها فيريل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأطباق الطائرة: لن تقوم الساعة حتى تواصل الأطباق وتقطع الأرحام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك صور لبعض الصحون الطائرة.